سفر المزامير ومزمور 145. تعالوا نستمتع بكل كلمة موجودة في المزمور. يقول له كده داود: أرفعك يا إله الملك وأبارك اسمك إلى الدهر والأبد، في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر والأبد. يا رب نبارك اسمه في كل لحظة، أمين. نبارك اسمه في كلماتنا، نبارك اسمه في قراراتنا، نبارك اسمه في كل تصرفاتنا، نبارك اسمه في علاقاتنا. يقول كده: عظيم هو الرب وحميد جدا، وليس لعظمته استقصاء. دور إلى دور يسبح أعمالك، وبجبروتك يخبرون. بجلال مجد حمدك وأمور عجائبك ألهجوا. شوفوا آية 8، الكلمات اللي بتشجعنا كلنا في الرحلة: الرب حنان، الرب حنان. يا رب تحنن على كل شخص فينا وكل شخص بيشوفنا وبيسمعنا. الرب حنان ورحيم، طويل الروح وكثير الرحمة. الرب صالح لمين؟ للكل. الرب صالح للكل، مراحمه على كل أعماله. يحمدك يا رب كل أعمالك، يباركك أتقياؤك. بمجد ملكك ينطقون، بجبروتك يتكلمون. شوفوا آية 13: ملكك ملك كل الدهور، سلطانك في كل دور فدور. أقول الصدق في المسيح إن ما يطمئن القلب إيماننا بسلطان الله. عارفين لما أصدق وأؤمن بسلطانه على كل كبيرة وصغيرة في حياتي أطمئن. لما أصدق إن كل بكرة تحت سلطان الله، بكرة تحت سلطان مين؟ لو كل واحد فينا قال لنفسه: بكرة أنا مش بين إيدين المجهول، لكن أنا بين إيدين أبويا السماوي. إيه رأيك؟ ويطمئن القلب. ولادي مش ريشة في مهب الريح، لكن ولادي تحت سلطان الله. صدقوني كلنا تحت سلطان الله. لما أصدق بسلطانه الكامل، يا رب الفكرة دي تمتلكنا دايما. فيقول له: سلطانك في كل دور فدور. يجي الآية 14: الرب عاضد كل الساقطين، مقوم. يا رب يقومنا ويقومنا كلنا. أعين الكل إياك تترجى، وأنت تعطيهم طعامهم في حينه. تفتح يدك فتشبع كل حي. رضا، بعض الناس حفظها غنى، مش غنى. الغنى يزول، لكن الرضا لا يمكن يزول. رضا. الرب بر في كل طرقه، رحيم في كل أعماله. الرب قريب. أتمنى الكل يقول كده: الرب قريب لكل الذين يدعونه. ونقول له: ساعدنا ندعوك بالحق يا رب، ساعدنا ندعوك بالحق. يكمل يقول كده: يعمل رضا خائفيه، يسمع تضرعهم فيخلصهم. يحفظ الرب كل محبيه، يهلك جميع الأشرار. بتسبيح الرب ينطق فمي، وليبارك كل بشر اسمه القدوس. تعالوا نصلي. خلوا الكلمات الأخيرة في أذهاننا كلنا: بتسبيح الرب ينطق فمي، بتسبيح الرب ينطق فمي. يا رب يملأ أفواهنا كلنا بالتسبيح. يا رب كل يومنا يكون تسبيح. يا رب صوت التسبيح ما ينقطعش من أفواهنا أبدا. الرب قريب لكل الذين يدعونه، الذين يدعونه بالحق. صدقوني نفسي أقول لكل واحد على حدة، إن المرنم قال: الرب يسمع عندما أدعوه. ده بيسمع مش بس صلواتنا، بيسمع أنات قلوبنا. صدقوني بيشوف دموع عينينا، الدموع اللي اتحجرت مرات في العيون، التأوهات اللي محدش جنبينا ولا أقرب مالينا بيسمعها. يقوله: تأوه الودعاء إياك قد سمعت يا رب. مرة تانية يقوله: يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. في مزمور 40 يقوله: انتظارا انتظرت الرب، فمال إلي وسمع صراخي. أصعدني من جب الهلاك، من طين الحمأة. أقام على صخرة رجلي، ثبت خطواتي. مش بس كده، جعل في فمي ترنيمة جديدة. بنباركك يا رب من كل القلب، عشان يوم جديد ونعمة جديدة
بتغمرنا بيها. أيوة يا رب، مصدقين إن مع كل يوم جديد بتدينا نعمة جديدة، بل بنختبر حضور إله جديد وبنختبر معية جديدة. يا رب أنا جاي أتضرع إليك من أجلنا كلنا الحضور والمشاهدين، إن الكل يختبر النهاردة حضور إله عجيب. حضور إلهي مش بس في وقت الترانيم والخدمة، لكن حضور إلهي في كل اليوم يا رب، في كل اليوم أتضرع إليك يا رب، نكون شعبك الحاملين حضورك، وإحنا ماشيين في الشارع حاملين حضورك، في البيت حاملين حضورك، في كل مكان، بل كل اللي يقرب منا يشوف هيبتك فينا يا رب، هيبتك فينا يا يسوع، مش بس هيبة، عايزين قداسة. قدسنا قدسنا، قدس أفكارنا ومشاعرنا وكلماتنا، ونكون دايما شعب الرب المبارك والمبارك. يا رب أتضرع إليك نكون سبب بركة لكل اللي بيتعاملوا معانا وكل اللي بيقربوا منا. يا رب أتضرع إليك من أجل عبادتنا النهاردة، نقدم عبادة حية لشخصك، عبادة مفرحة. أتضرع إليك من أجل أختي شيري، باركها وهي بتقودنا في التسبيح يا رب، رنم فيها وصلي فيها واتكلم فيها يا رب. بصلي عشان الرسالة تكون من عندك يا يسوع. بركة لينا كلنا الحضور، بركة لكل كنيسة وكل طائفة، كل منبر وكل مقعد في كل مكان في العالم يا رب. عايزين اسمك يتعالى، عايزين صليبك يتعالى، عايزين كلمتك تنتشر في كل مكان يا رب. أتضرع إليك علشان بلادنا ورئيسنا، اديله حكمة في كل قرار يا رب. بصلي من كل قلبي عشان مش بس بلدنا، كل المنطقة العربية، بل كل العالم سود بسلامك يا رب. علي صوت كنيستك وشعبك، أتضرع إليك شعب ممتلئ بالروح القدس، شعب يشرفك في كل بلاد العالم يا رب. الكنيسة تكون كنيسة حية، كنيسة يسوع المسيح. ليك كل الإكرام والسجود والعبادة في اسم المسيح. آمين آمين. متبركين جدا ان معانا الغاليه شيري ذكر تقودنا في التسبيح. شيري مش غريبه ومش ضيفه، لكن شيري صاحبه مكان، وبنتبارك في كل مره بتكون معانا ونتبارك بقيادتها للتسبيح. محضر الرب لينا معونة متجددة كل مرة بنيجي فيها قدامه. أمين. ندخل ديارك، تعالى كده وانت بتعلن سلطانه انه يملى كل إناء فاضي حسب عمل نعمته وشدته، يقومنا ويقوينا ويشدد كل إناء ضعيف، كل عين مرفوعة إليه، كل قلب جاي متكرس ليه وطلبه. تعالوا نقف كده وإحنا بنطلب روح القدوس يقدسنا، يحصر أذهاننا وأفكارنا وقلوبنا في عبادته، نقدم له عبادة بالروح والحق. سجودي ليه بيه لأنه مستحق. أنت لي بروحك وحدك.
كل شتات يا رب داخلين بيه، كل دوشة وكل ضغطة، كل تقل يا رب يطرح في محضرك. انت القدوس الساكن وسط تسبيحات شعبك، عشان كده شعبك يسجد لك بالروح وبالحق. شعبك يا رب يقدم لك عبادة لائقة بيك يا رب. نيجي نهتف كما من شحم ودسم يا رب، تشبع أنفسنا يا رب. جايين نباركك، جايين نعلي اسمك يلي اسمك فوق كل اسم، يلي أعطيت اسم يا رب فوق الكل.
تكسو لك كل ركبة ممن في السماء ومن تحت الأرض. يا رب يعترف كل لسان بيك. نيجي ما نشوفش غيرك، نيجي يا رب نشبع بجمالك. يا رب أرواحنا تشبع وقلوبنا تتغير في محضرك، نشوفك ونعينك بالإيمان يا رب. وقت مخصص، وقت مقدس يا رب، فيه تتلامس مع قلوبنا، نلمسك يا رب لمسة حقيقية. مفيش زيف، مفيش أي قناعات قدامك، لكن نراك بوجه مكشوف يا رب. ليك كل المجد، تشتاق إليك أرواحنا، إلى اسمك وإلى ذكرك شهوة النفس. أنت القوي، أنت إلهيم الخالق، أنت اللي تدعو من العدم، أنت اللي تأمر بالحياة، أنت اللي بتدينا أنفس جديدة كل يوم نقدر إن إحنا نيجي ونعبدك ونسجد ليك بكل الكيان، ويكون متجمع ومحصور في شخصك. كل حاجة تانية تطرح برة، إحنا في محضر الملك المهوب القدوس سيد كل الأرض. تعرف تقوم المنحني، انت الفتيلة الخامدة ما بتطفيهاش، لكن تعود وتحيينا من جديد وتجزل لنا مراحم وإحسانات جديدة كل يوم. كثيرة مراحمك، كثيرة أمانتك، نغني بالمراحم، نعدد الإحسانات وإحنا في محضرك، نبارك اسمك، نبارك اسمك. غني أغنيات محبتك على قلبي. تيجوا نقف كمان مرة وإحنا بنقوله ما فيش زيك تاني. انت الإله القدير، انت الاله اللي احببت الى المنتهى. احنا جايين نحتفل بمحبتك وبقوتك وبقيامتك وبنصرتك اللي لينا.
مكتوب عنه أن في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم. اللي بمحبته ورأفته هو فكهم وخلصهم وحملهم كل الأيام القديمة. اللي بيشعر بينا، أنا شاعر بيك، أنا شاعر بألامك، أنا حاسس بأنينك، اوعى تفتكر أنك متساب في أحزانك. بص على الصليب هتلاقي تمن وقيمة المحبة ديت. ده أنت محبوب، على كفي أنا نقشتك، تحت جناحي سترتك، هتخاف من إيه؟ ده أنت مسنود بذراعي القديرة، أنا راعي الخراف العظيم. يا غالي بيعلن لكل واحد أنك صرت عزيزا في عيني مكرما عندي. لك ولغيرك لن أكون، ولأجلك كل تضحية تهون. ليس مثلك من يحبني بفؤاده الحنون. لولا الصليب من أنا يا سيدي، لولاك يفادي حياتي من أكون. يا فادي حياتي.
تعال نرفع قلبنا قدام الله في الصلاة. تعالوا نرفع قلبنا قدام الله في الصلاة. ناخد لحظات كده ونشكر ربنا من أجل كل ترنيمة وضعها على أفواهنا. بنباركك يا رب من كل القلب لأجل كل ترنيمة وضعتها على أفواهنا. يا رب بصلي تباركنا كلنا الحضور يا رب، وحياتنا تكون كلها تسبيح لشخصك. ساعدنا نباركك في كل أيام عمرنا، نسبحك، نكرمك بكلماتنا، بعلاقاتنا، في قراراتنا. مشاعرنا تكون مقدسة، حياتنا تكون مقدسة ليك يا رب. يلي باركتنا في وقت التسبيح بصلي تباركنا في وقت الكلمة يا يسوع. أخويا القسيس رضا بين إيديك يا رب، أنت اللي تكلمه وأنت اللي ترشده لكل كلمة هيقدمها لنا يا رب. رسالة قوية ممسوحة بالروح القدس تصل لينا ولكل واحد بيشوفنا الآن في اسم الرب يسوع، ليك كل المجد. آمين آمين. نشكر ربنا جدا علشان وقت التسبيح وعلشان شيري. ربنا يباركك يا شيري بكل بركات السماء. دلوقتي لينا وقت مع العزيز الغالي القسيس رضا عدلي. مش محتاج تقديم صدقوني. القسيس رضا عدلي اولا صديق للكنيسة، واعتقد مش بس كلنا، لكن الملايين اللي تباركوا من خلاله عبر السنين. مين فاكر مونت كارلو؟ مين فاكر صوت القسيس رضا الجميل في مونت كارلو اللي كلنا تباركنا بيه، والفضائيات والكتابات والمقالات؟ ربنا يباركك يا قسيس رضا، مزيد من النعمة والبركة والاستخدام. يا صباح الرضا. وكمان يمكن ناس تانيين في حتة تانية في العالم بيشوفونه من خلال القناة يعني، فبرضو نقول لهم يا أيها يا مساء الرضا. آية واحدة أرجو أن أشارك بها حضراتكم من رسالة يهوذا الآية 25، رسالة يهوذا الأصحاح الخامس، الآية 25، 24 و25 آخر آيتين في هذه الرسالة. الرسالة طبعا أصحاح واحد زي ما حضراتكم عارفين. والقادر أن يحفظكم غير عاثرين ويوقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج. الإله الحكيم الوحيد مخلصنا، له المجد والعظمة والقدرة والسلطان الآن وإلى كل الدهور، أمين. ممكن نقرأ الآيتين دول بصوت مسموع كده مع بعض. والقادر أن يحفظكم غير عاثرين ويوقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج. الإله الحكيم الوحيد مخلصنا، له المجد والعظمة والقدرة والسلطان الآن وإلى كل الدهور، آمين. أبانا السماوي، نحن نؤمن ونثق أن كل ما كتب كتب لأجل تعليمنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. ونحن نصلي من كل القلب أن تفتح أذهاننا لكي نعرف الكتب يا رب، لأنه لا يمكن أن ينقض المكتوب. لم ولن تسقط كلمة واحدة من الكلام الصالح الذي تكلمت به إلينا، لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس، لأن كل الكتاب وموحى به من الله. بارك هذه البيعة رب التي أقامتها يمينك في هذا المكان لتظل شاهدة لإنجيل المسيح بلا مواربة بلا تنازل، بكل محبة واتضاع بقوة الروح القدس. واذكر من فضلك هذه القناة لكي تظل شاهدة لإنجيل يسوع المسيح. أذكر المشاهدات والمشاهدين، أذكرنا ونحن نتعبد لك يا رب بالروح وبالحق، وساعدنا لكي نكون سمعين عاملين بالكلمة لا سمعين خادعين نفوسنا. أصلي هذا في شفاعة المسيح، آمين. لي صداقة خاصة جدا بشخصية غير عادية في مصر وفي الوطن العربي
ولملايين الناس حول العالم. أنا ما أعرفش غير إن أنا بسميه أنكل، وبعتقدش إن أي واحد صغير أو كبير في بلدنا غير كان بيناديه أنكل، أنكل منير فرج الله. أنكل منير فرج الله هو أستاذ القصة والمسرحية والمسلسلات المسيحية، هو شخص بايونير، شخص مبدع، فنان حقيقي، مؤمن متضع، كارز بالإنجيل. صلي من كل القلب إن ربنا يبارك ثمار تعبه عبر السنين الطويلة. مرة من المرات قعدت معه وسألته: أنكل منير، يا ترى القصص اللي انت بتكتبها بتبقى عارف النهاية بتاعتها؟ فأنكل منير فرج الله بص بتلقائية بسيطة وقال لي: الحقيقة في نوعين من القصص، في قصة بتبقى من الواقع وأنا باخدها وطورها وأجهزها وأعدها وببقى عارف النهاية بتاعتها لأنها من الواقع. في نوع تاني من القصص ببتدي القصة وأنا مش عارف إيه النهاية بتاعتها، بتمشي القصة وفجأة تقص شخصيات وأحداث وحوادث ومفاجآت أو أمور متوقعة، وبعدين تبص تلاقي الخاتمة فرضت نفسها على القصة دون ما أبقى عارف نهاية القصة من البداية. أنا مش عارف أنت تحب القصة بتاعتك تبقى من أي نوع، لكن أنا زي ما بيقول الرسول بولس: لأني عالم بمن آمنت وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم. المؤمن الحقيقي هل يهلك؟ هذا هو العنوان الذي أرجو أن تسير قصة حياة كل واحد فينا في هذه الفرصة، ومن حقك أن تختار النهاية كما تود أن تكون. لكن أنا شخصيا أؤمن بصدق كلمات الكتاب التي قرأناها عندما يقول الكتاب: والقادر أن يحفظكم غير عاثرين ويوقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج. الإله الحكيم الوحيد مخلصنا، له المجد والعظمة والقدرة والسلطان الآن وإلى كل الدهور، آمين. في هذه الفرصة أرجو أن ننتبه إلى شيء كثير من التعليم وقليل من التأملات اللي ممكن تبقى حماسية، يعني اللي ممكن تبقى عاطفية يعني. عشان كده أرجو أنك تجهز دماغك معايا لشيء من التعليم في هذه الفرصة. يقول الكتاب: لاحظ نفسك والتعليم. كان يسوع يعلم مش كده ويكرز ويشفي، ونحن نحتاج إلى عودة مرة أخرى إلى تعليم الكلمة المقدسة. المؤمن الحقيقي هل يهلك؟ هذا هو السؤال. وأنا أقول إنه الضمان الحقيقي للمؤمن الحقيقي مبني على الفداء الأزلي. المؤمن الحقيقي فداؤه ضمانه مبني على الفداء الأزلي. حي نحن مقصرون كثيرا كمعلمين لكلمة الله في التحدث عن الفداء الأزلي. نحن نتحدث كثيرا عن أن المسيح تجسد والمسيح عاش والمسيح مات والمسيح قام والمسيح صاعد وأرسل الروح القدس، لكن الحقيقة أن عهد الفداء لا يبدأ بمجيء المسيح، عهد الفداء يتحقق بمجيء المسيح، لكن عهد الفداء بدأ قبل ذلك بكثير جدا. التفت إلى ما يقوله كاتب الرسالة العبرانيين في عبرانيين 9 الآية 14 عندما يقارن بين دم المسيح ودم الذبائح، فيقول: فكم بالحري يكون دم المسيح، التفت من فضلك معايا إلى شاشة أرجوك، الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي. التفت إلى هذه الآية من فضلك، هل ترى الثالوث القدوس فيها؟ أنت شايف الثالوث القدوس في الآية دي؟ أنا ما بسموش الثالوث الأقدس لأن ما عنديش ثالوث مقدس وثالوث أكثر قداسة، أنا عندي ثالوث قدوس هو مكتوب عنه قدوس مش كده؟ مش أقدس لكن ثالوث قدوس. شايف أنت الثالوث القدوس هنا في الآية دي؟ شايفها؟ شايف إزاي الآية؟ شايف إزاي؟ يكون بيكون إيه؟ دم إيه؟ دم المسيح. واحد اثنين إيه؟ بروح أزلي. نمرة ثلاثة إيه؟ الله الحي. نحن نرى إذن هذا الثالوث القدوس، نرى هذا الفداء. لم يأتي صدفة، الله لم يفاجأ بسقوط آدم وحواء، كلا على الإطلاق، معلومة منذ الأزل عند الله جميع أعمالي وخطواتي. لذلك نحن نرى الثالوث القدوس يعد هذا الفداء بصورة واضحة. لذلك أنا مضمون لأن الله أعد هذا الفداء الأزلي الأبدي. ما يبنى على الزمن يتغير بتغير
الزمن، لكن ما يبنى على الأزل والأبد لا يمكن أن يتغير لأنه أزلي ولأنه أبدي. التفت إلى ما يقول الكتاب في بطرس الأولى أصحاح 1 الآية من 18 إلى 20، يتحدث الكتاب بهذه الكلمات ويقول عن 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 عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب بل بدم كريم. كمل معايا من فضلك. دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم. إن ضمان الفداء، إن ضمان الفداء لم يبدأ بمنذ قبولي للمسيح مخلص شخصي، رغم أهمية هذا الأمر بكل تأكيد، لكن هناك شيء آخر، هناك إعداد آخر، هناك تدبير آخر الله أعده قبل ميلادي. الثالوث القدوس أعد هذا الفداء. أنا أبهر الحقيقة بتعبير لا أستطيع أن أجد مع محاولتي أن أنا أفسره، لكن لا أجد تفسيرا له في تيموثاوس الثانية الأصحاح الأول والآية 9 و10. التفت من فضلك إلى هذه الكلمات عندما يقول الذي خلصنا ودعانا دعوة مقدسة لا بمقتضى أعمالنا بل بمقتضى القصد والنعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع. بص من فضلك مع الكلمة الجاية من فضلك إيه؟ إمتى من فضلك؟ ما بصليش أنا، بصل للشاشة، بصل للآية. بيقول إيه؟ إمتى؟ أنت عندك تفسير للحكاية؟ زمان إحنا كنا لما نخلص الامتحان يقولوا نشف، لأن كنا بنكتب بالقلم الحبر ومعنا نشافة، فيقول لك نشف وضع القلم. أنا شخصيا هنا لا معايا قلم حبر ولا معايا نشافة، لكن أضع القلم وأقول يعني إيه قبل الأزمنة الأزلية. يعني ماذا يعني قبل الأزمنة الأزلية؟ أنا عارف إنه في الأزل يعني قبل الأزمنة الأزلية. هنا ضع القلم، هنا المفسر لا يستطيع إلا أن يرفع يده شاكرا للرب وعاجزا عن أن يفهم المعنى والمغزى والبعد الأبعد والعمق الأعمق لهذه الكلمات. خلصنا ودعانا قبل الأزمنة الأزلية. لذلك أنا أقول المؤمن الحقيقي لا يمكن أن يهلك لأنه مضمون بضمان هذا العهد، عهد الفداء الأزلي الذي لا يتوقف علي لكن يتوقف عليه، هو الذي أعد هذا الأمر. شيء آخر، نقطة ثانية، المؤمن الحقيقي لا يمكن أن يهلك لأنه مضمون بضمان الاختيار الإلهي المطلق. الاختيار الإلهي المطلق. أنا لا أريد أن أضع نفسي في موقف كمن يدرس عقيدة الاختيار في هذا الصباح، رغم أني على استعداد بكل وضوح أن أتحدث عن هذا الأمر، لكن أنا أريدكم أن تثقوا في كلمات الكتاب المقدس. بعض الناس يعتقدوا أن اختيار المسيح لي هو نتيجة لأنه المسيح عارف أني أنا هختاره، ولأنه عارف أن أنا هختاره هو اختارني. هذا يتعارض تماما مع كلام المسيح. فالمسيح يقول بكل وضوح في يوحنا 15:6 ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم. أنا أعرف الآية الموجودة في بطرس الأولى 1 الآية 2 المختارين بمقتضى علم الله السابق، أنا أعرفها حافظها كويس قوي. لكن نفس التعبير المختارين بمقتضى علم الله السابق هي نفس الكلمات الموجودة في أعمال 2:32 هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق. سؤال بسيط وبريء، هل الآب أرسل الابن لأنه كان عارف أن اليهود هيقتلوه؟ لا، هو كان عارف صحيح أن اليهود هيقتلوه، لكن مش أرسله لأنه عارف أن اليهود هيقتلوه، لا لا لا، هو أرسله لأنه كان عنده خطة، كان عنده تدبير، وضمن هذه الخطة أنه عارف أن اليهود هيعملوا إيه؟ هيقتلوه. عشان كده المسيح المختارين بمقتضى علم الله السابق، مش الله اختارني لأنه عارف أني أنا هختاره، هو عارف أكيد كل شيء، لكن هو اختياره لي أكبر بكتير جدا من أنه عارف، مجرد أنه عارف أني أنا هختاره عشان كده اختارني. عشان كده بيقول ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم وأقمتكم. في رومية 9 طبعا جزء مشهور جدا نفسي أنكم تبحلقوا فيه على الشاشة كويس قوي، الآيات من الآية 10 مقطع مشهور خالص بيتكلم عن اختيار الله لينا. اختيار الله حر، الله هو كلي السلطان. كنيستنا الإنجيلية تؤمن بـ sovereignty of God، الله هو كلي السلطة، هو الذي يفعل ما يريد.
ليس له، ليس هناك أحد يقول له ماذا تفعل. التفت من فضلك إلى الآيات الموجودة في رومية 9 ابتداء من الآية 10. أتمنى من كل القلب أن الكلمات تصح. هو يقارن بين في اختيار الله لإسحاق هما من البطن. أحببت يعقوب وأبغضت عيسو، ولا فعل خيرا ولا شرا لكي يثبت قصد الله، ليس لمن يريد، ليس لمن يشاء، بل لمن يدعو. قولوا لي، هو إسحاق، هو العيلين دول يعقوب وعيسو، دول عيال مين؟ عيال أب مختلف، عيال أم مختلفة. طب الأم دي ولدت كل واحد فيهم بالتقسيط، كل واحد فيهم ولدته في مرة من المرات، ولا الاثنين اتولدوا ازاي؟ اتولدوا، وليس ذلك فقط، بل رفقة أيضا، وهي حبلى من واحد، وهو إسحاق أبونا. لأنه وهما لم يولدا بعد ولا فعلا خيرا أو شرا لكي يثبت قصد الله حسب الاختيار، ليس من الأعمال بل من الذي يدعو. قيل لها إن الكبير يستعبد للصغير، كما هو مكتوب أحببت يعقوب وأبغضت عيسو. أنت مالك؟ هذه النعمة. لو بتصدق إن الخلاص بالنعمة، يبقى النعمة هي عطية لمن لا يستحق، عطية لمن لا يستحق. لذلك أنا أؤمن أن خلاصي مضمون، لأن الله اختارني ليس لأجل شيء في على الإطلاق. رتب من فضلك الكلمات المعروفة في أفسس 2 8 و 9 و 10. إحنا عارفين الآيات دي، بس أنتم في الشواهد شوية بعافية. أنا عارف، لأنكم بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، وذلك إيه؟ لا أنا مش سامع. وذلك إيه؟ ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر. نشكر الرب من كل القلب. أشكر الله ليكن موضوع الاختيار ليس موضوعا للمباحثات العقيمة السقيمة، لكن أشكر الله. ردد من فضلك معي أفسس 1:4، اختارنا فيه إيه؟ قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة. لذلك يقين الخلاص مبني على اختيار الله المطلق. لأشكرك يا رب من كل القلب، أنا وأنت وأنت، كل مؤمن حقيقي في المسيح لا يستحق، هي نعمة الله الغنية. لذلك أنا أقول إن المؤمن الحقيقي، حط 1,000,000 خط تحت كلمة الحقيقي، لا يمكن أن يهلك بسبب عهد الفداء الأزلي وبسبب الاختيار الإلهي المطلق. أشكرك يا رب لأنك اخترتني، أشكرك يا رب لأني كنت في ذهنك، في ترتيبك، في تدبيرك قبل الأزمنة الأزلية. أي شكر أستطيع، أي قول قد أزيع أن أعوض العلي البديع؟ خيرك ربي وسيع، سترك ستر منيع، عارف اسمي فلن أضيع. قبل ما صورتك في البطن عرفتك، قبل ما خرجت من الرحم قدستك. لكن لما صار الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه في. الشيء الآخر، يقين الخلاص مبني على شفاعة المسيح الكاملة. شفاعة المسيح الكاملة، شفاعة المسيح الكاملة أمر عجيب عجيب. شفاعة المسيح الكاملة ليس فقط في أخطائنا التي نفعلها وهو يشفع في أمام الله لأجلنا، لكن حتى قبل أن نسقط، حتى قبل أن نسقط. التفت إلى كلمات الكتاب وهو يقول سمعان سمعان هو ذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة، لكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانه. قبل أن يسقط بطرس، الرب أعد هذا، أعد هذه الشفاعة. إن شفاعة المسيح جزء لا يتجزأ من عمله الكفاري على الصليب. كلنا عارفين الكلمات في يوحنا الأولى أصحاح 2 الآية 1 و2. رذب من فضلك هذا معي بصوت مسموع، يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا. لذلك لاحظوا أن شفاعة المسيح مبنية على إيه؟ على كونه كفارة لخطايانا. أنا الحقيقة بعتب على مؤمنين كثيرين حلوين وبحبهم وأرجو أنهم يقبلوني عندما نطلق كلمة شفاعة على صلواتنا. أنا لا أجد في الكتاب المقدس أبدا على الإطلاق كلمة شفاعة تنسب للمؤمنين، أبدا أبدا.
نحن نصلي لأجل بعضنا البعض، نحن نتوسل لأجل بعضنا البعض، نحن نطلب لأجل بعضنا البعض، هذه كلها كلمات مستخدمة في الكتاب، لكن شخص واحد فريد مجيد هو الذي يستحق أن يشفع فينا. لماذا؟ لأنه دفع الثمن. لذلك نطلق مثلا على يوحنا 17 صلاة شفاعية أو صلاة كهنوتية، لكن نحن نصلي في كتاب مقدس ستلاقي أكيد ناس بيصلوا من أجل ناس كتير جدا، والمسيح بيطلب مننا نحن نصلي لأجل بعضنا البعض، لكن نتشفع لأجل بعضنا البعض. طب ما هو كان في ناس شفعاء كتير جدا وقديسين طب احنا هنرجع بقى بدل ما كانوا 1 2 3 10 دلوقتي هيبقوا يعني هيبقوا في العدد يلمون؟ ما ينفعش. لاحظوا ما يقوله الكتاب المقدس، من سيشتكي على مختار الله؟ الله هو الذي يبرر. من الذي يدين؟ المسيح الذي مات بل بالحري قام أيضا، الذي أيضا يشفع فينا. من سيشتكي على مختار الله؟ أشكرك يا رب من كل قلب من أجل شفاعة المسيح، من أجل شفاعة المسيح لأجلي. أنا واثق من خلاصي ليس بسببي لكن بكل سبب فيه. ماذا يقول الكتاب في عبرانيين 9:25؟ أسف، عبرانيين 7:25 يقول الكتاب، فمن ثم، عبرانيين 7:25، فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين. ليه؟ ليشفع فيهم. حي في كل حين، هذه شفاعة المسيح. عبرانيين 7:25 هذه شفاعة المسيح، حي في كل حين، يعرف جميع الأسرار، متواجد في كل مكان، يعرف الخبايا والخفايا، لذلك يستطيع أن يشفع فينا. فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم. شيء آخر، الساعة بتجري وأنا ضد الساعة والساعة ضدي. الضمان الإلهي مبني، أو اليقين المؤمن مبني على شفاعة الروح القدس في قلوبنا. شفاعة الروح القدس في قلوبنا، الابن يشفع عنا والروح القدس يشفع، أسمع يشفع إيه؟ يشفع فينا. يا له من امتياز، يا له من امتياز أن الابن المبارك يشفع أمام الآب عنا والروح القدس يشفع فينا. يقول في رومية 6، يقول هذه الكلمات في رومية 8:26-27، رومية 8:26-27، لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، لكن الروح يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. أشكرك يا رب من كل القلب، يسوع بيشفع عني والروح القدس يشفع فيا. يا له من امتياز. يقول في رومية 8 الآيات اللي كلنا عارفينها وكنا بندرب الناس زمان عليها على يقين الخلاص، في رومية 8 ابتداء من الآية 14 إلى الآية 16، يقول لأن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها، إن كنا أبناء فنحن ورثة الله وورثونا مع المسيح. نشكر ربنا من كل القلب. اختباراتنا تختلف، تتباين الظروف بتاعتها، الطرق بتاعتها، الوسائل بتاعتها، لكن نشكر الله من أجل شفاعة الروح القدس. هل شهد الروح القدس لك؟ هل شهد الروح القدس لك؟ الروح نفسه يشهد لأرواحنا. لذلك يقول مثلا في غلطية 4:6، ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه صارخا يا أبا الآب. بما أنكم أبناء، روح التبني. أشكرك يا رب من كل الروح اللي بيقول لي أنت ابن ليا، أنت ابن ليا. الكلمات الموجودة في أفسس 1:13-14 يقول إذ آمنتم، رتب من فضلك معي هذه الكلمات، إذ آمنتم إيه؟ ختمتم بروح الموعد القدوس الذي هو عربون ميراثنا لفداء المقتنى. سؤال مش للتجاريين بس، لكن سؤال لنا كلنا. لو أنت خريج تجارة هتجاوب السؤال بسهولة، لو أنت خريج نجارة برضو هتجاوب السؤال بسهولة. ما هو العربون؟ إيه هو العربون؟ العربون هو مقدم الدفع لجدية العملية التجارية. فأنت لما بتشتري حاجة وعايز تضمن أن الحاجة دي أصبحت بتاعتك، بتعمل إيه؟ بتدفع إيه؟ عربون. سؤال ده سؤال بريء، KG1، ها؟ السؤال الجيدة.
مين اللي بيدفع العربون؟ البايع ولا المشتري؟ أكيد مش كده؟ مين هنا اللي بيدينا الروح القدس؟ اللي بيقول إذ أمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس الذي هو عربون ميراثنا. مين اللي بيدينا هنا الروح القدس؟ الله هو الذي يعطينا الروح القدس. يسوع بيعطينا الروح القدس. يبقى يسوع هنا هو البايع ولا هو الشاري؟ هو الشاري. وكان يريد أن يقول أنتم شيء ثمين جدا، غالي جدا بالنسبة لي، وأنا أريد أن أؤكد لكم أنكم ملكي، وفي يوم من الأيام سوف أمتلككم بالتمام. ملكوتي الآن يستمر، وسيأتي الوقت الذي فيه يصبح ملكوتي تاما وكاملا عندما أمتلككم في المجد. والدليل على ذلك هو هذا الإيه؟ هذا العربون. إذ أمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس الذي هو عربون ميراثنا لفداء المقتنى. لذلك المؤمن الحقيقي لا يمكن أن يهلك بسبب الفداء الأزلي، بسبب الاختيار الإلهي المطلق، بسبب شفاعة المسيح، بسبب شهادة الروح القدس. عايز أضيف فكرة أو فكرتين، عندكم مانع يعني؟ ماشي. المؤمن الحقيقي لا يمكن أن يهلك ليس بسبب علاقتي أنا مع الآب أو علاقتي أنا مع الابن، لكن بسبب شركة الآب مع الابن. وكرر العبارة مرة تانية، خلي بالك من فضلك معايا. يقين خلاصي مضمون ليس بسبب علاقتي أنا مع الآب أو علاقتي أنا مع الابن، بل بسبب شركة الآب مع الابن. سؤال بريء بسيط، ما يبنى على ثابت فهو، برافو عليكم، ما يبنى على متغير فهو. علاقتي أنا بالآب وعلاقتي أنا بالابن دي علاقة ثابتة ولا علاقة متغيرة؟ متغير. مش كده؟ بعض حين ببقى أمين، بعض حين ببقى مش أمين، بعض حين ببقى مطيع، بعض حين مش مطيع، بعض حين بمتلي بالروح القدس، بعض حين بسلك بحسب الجسد بكل وإلى آخر. فعلاقتي أنا بالآب وعلاقتي أنا بالابن دي علاقة إيه؟ لو إن يقين الخلاص، يقين حياتي الأبدية مبني على المتغير ده، يبقى إذن يقين أبديتي إيه؟ متغير. لكن نشكر رب من كل القلب إن رغم أهمية أكيد 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 أهمية علاقتي بالآب وعلاقتي بالابن، لكن يقين أبديتي مبني على شركة الآب مع الابن. زي رضا علي، التفت من فضلك إليه يوحنا 6:37. كلنا عارفين الجزء الثاني بالآية. أنا عارف أنكم حافظين الجزء الثاني، ما تبصوش على الشاشة، بصوا لي أنا عشان ما تغشوش يعني. ها كلكم عارفين الجزء الثاني اللي بيقول ومن يقبل إلي. بس النص الأولاني هو المهم في الآية. ليه؟ لأن هو الأساس بتاع النص الثاني. النص الأولاني بيقول إيه؟ بصوا على الشاشة بفضلكم دلوقتي، بيقول إيه؟ كل ما يعطيني الآب فإلي يقبل، ومن يقبل إلي لا أخرجه خارجا. يعني أنا ليه جيت للابن؟ لأن الآب أعطاني للابن. سؤال تاني، ليه الابن بيقبلني؟ لأن الآب هو اللي أعطاني للابن. بدون ما الآب يديني للابن لأنا كنت هيروح له، ولا هو كمان كان هيقبلني. لكن أشكر الله لأن المبادئة بدأت منه هو. يقول هذه الكلمة، كل ما يعطيني الآب فإلي يقبل، ومن يقبل إلي لا أخرجه خارجا. خلوا بالكم كلمة يعطيني، هشوف يوحنا 10، أنتوا كلكم حافظين الجزء ده، بس أنا عارف أنكم في الشواهد بعافية شوية. يقول الرب يسوع خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفه فتتبعني، وأنا إيه؟ خدتوا بالكم كلمة إيه؟ أعطيها، وأنا أعطيها، كل ما يعطيني الآب وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد. خلي بالكم من كلمات الجاية، أبي الذي أعطاني إياها. شفتوا الشركة اللي ما بين مين ومين؟ ما بين الآب وما بين إيه؟ الإب. أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل، ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي. أنا والآب واحد. الآيات في يوحنا 10:27-30 أو 31 فيها كلمة يد مرتين، يدي ويد أبي.
وبينهم كلمة يعطيني. يبقى يد الآب تعطي اليد الابن، والمؤمن بين هاتين اليدين الأزليتين الأبديتين. لا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي أو من يد أبي. أنا مش عايز أشوف الآيات الجاية دي كتيرة دي، بس عايزكم تحفظوها، والمرة الجاية هسألكم فيها. مش عارف طبعا المرة الجاية تبقى إمتى، بس مش مشكلة. يوحنا 17 6 9 12 24، رددوا فضلكم معايا الشواهد. يوحنا 17 كام؟ 6 9 12 24. مرة كمان، يوحنا كام؟ 17. الآيات كام؟ 6 9 12 24. كل الآيات دي بتتكلم عن نفس الفكرة، نفس الفكرة. لما بيقول هذه الكلمات في الآية 6، أنا أظهرت اسمك للناس الذين إيه؟ أعطيت. شفتوا العلاقة، الشركة اللي ما بين ميني ما بين إيه؟ الآب وإيه؟ والإب. الذين أعطيتني من العالم كانوا لك وأعطيتهم لي وقد حفظوك. شوف الآية 9 عشان يكون الأساس اللي بكاش في الشواهد الكتابية. يقول إيه؟ من أجلهم أنا أسأل، لست أسأل من أجل العالم، بل من أجل الذين إيه؟ أعطيتني لأنهم لك. الآية 12 يقول إيه؟ هذه الكلمات، بصوا فضلكم معايا. حين كنت معهم في العالم كنت أحفظهم في اسمك، الذين أعطيتني، ولم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك ليتم الكتاب. والآية 24 طبعا بيتكلم عن الأبدية التي لنا. أيها الآب، أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا، لينظروا مجدي الذي إيه؟ الذي أعطيتني، لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم. إذن يقين الخلاص لا يبنى على علاقتي أنا، الحياة الأبدية، يقيني في حياة الحياة الأبدية، الضمان الإلهي لا يبنى على علاقتي أنا مع الآب أو علاقتي أنا مع الابن، لكن يبنى على شركة الآب مع الابن. فما يبنى على متغير هو متغير، وما يبنى على ثابت فهو ثابت. والضمان الإلهي يبنى على عهد الفداء الآزلي، يبنى على الاختيار الإلهي المطلق، يبنى على شفاعة المسيح لأجلي، يبنى على شهادة الروح القدس في قلوبنا. الضمان الإلهي، يقين الحياة الأبدية، يبنى على شركة الآب مع الابن. يا له من امتياز، يا له من امتياز. هنا يتحول درس الكتاب ودرس العقيدة إلى شيء نشكر الرب لأجله بالفعل، لا إلى مسار للجدال، لكن إلى الشكر للرب. أي شكر أستطيع، أي قول قد أزيع أن أعوض العالي البديع. عندي كلمة أخيرة. يقين الحياة الأبدية اللي لي كمؤمن في المسيح لا يلغي المسؤولية، مسؤولية المؤمن لا يلغي مسؤولية. اوعى تفتكر ان ايه بقى الحكاية ايه سداح مداح والحمد لله نشكر ربنا بقى الواحد يعمل اللي هو ايه اللي هو عايزه. ان كنا ونحن طالبون ان نتبرر في المسيح نوجد نحن انفسنا ايضا خطاة، افالمسيح خادم للخطية؟ حاشا. هو الذي يدعونا اذن الى حياة مختلفة. هذا الضمان لا يدعوني للتشكك، لكن يدعوني من منطلق اليقين أن أحيا حياة القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. التفتوا ما يقول الكتاب. يقول مثلا القادر أن يحفظكم غير عاثرين، لكن في رسالة يوحنا الأولى يقول احفظوا أنفسكم من الأصنام. نعم هو قادر أن يحفظ الوديعة، طبعا بيتكلم عن وديعة الإنجيل، لكن القادر أن يحفظ، لكن علي أنا أحفظ أنفسكم من الأصنام. يقول موقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي، لكن يقول في نفس الرسالة حفظت الإيمان. وهو عندما يتحدث عن التبرير الذي بالإيمان في المسيح يسوع يتحدث ويقول لم تقاوموا بعد حتى الدم، مجاهدين ضد الخطية. لذلك نحن نحتاج أن نحول فكر الضمان الأزلي الأبدي الذي لنا في شخص المسيح إلى حياة طليق، إلى حياة طليق بهذا الضمان الذي قدمه شخص الرب يسوع فينا. لذلك يقول بطرس، بطرس الأولى 1:10 يقول اجتهدوا أن تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين. اجتهدوا أن تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين، بطرس الأولى 1:10.
عندما يقدم لك الرب هذا الضمان الأزلي الأبدي في عهد الفداء، عندما يقدم لك الرب هذا الاختيار العجيب المبارك، عندما يقدم لك الرب شهادة الابن المبارك في قلبك بالروح القدس وشفاعة المسيح لأجلك في السماء، ألا ينبغي أن نحيا حياة تليق بهذا العمل العظيم؟ أو كما يقول في سفر الرؤيا صح 2 الآية 10 يقول هو ذا إبليس مزمع أن يلقي بعضا منكم في السجن لكي تجربوا ويكون لكم ضيق 10 أيام، لكن كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إلى الحياة. والتعبير إلى الموت يعني حتى إذا حتى لدفع الثمن، أو إلى الموت حتى نهاية الحياة، أو مهما كلفك الأمر كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. أخوتي الأعزاء، أقول مجرد كلمتين ختميتين في هذه الرسالة، في نهاية هذه الرسالة، احذروا التأديب الإلهي، احذروا التأديب الإلهي. إياكم أن تظنوا أن اليقين الأبدي في الحياة الأبدية المبني على عهد الفداء الأزلي الأبدي، أو على شهادة الروح القدس، أو على شفاعة الرب يسوع، أو على اختياره، إياكم أن تظنوا أنه رخصة لكي نفعل ما نريد. فكل مؤمن حقيقي سوف يتهاون في حياته، سوف يقع تحت التأديب الإلهي. التفتوا ما إلى ما يقوله الكتاب في رسالة كورنثوس الأولى أصحاح 11، كورنثوس الأولى أصحاح 11 ابتداء من الآية 30، وهو يتحدث عن التقدم إلى مائدة الرب. يقول يكون مجرما في جسد غير مميز جسد الرب، عشان كده بعد كده يقول إيه، من لأجل فمن أجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون، لأننا لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا، لكن إذ قد حكم علينا نؤدب من الرب لكي لا ندان من العالم. يا من قبلت الإيمان بالمسيح مخلصا، يا من وثقت في نوال الحياة الأبدية، يا من تمتعت بشهادة الروح القدس، يا من تتبارك بشفاعة المسيح لأجلك، يا من تثق في شركة الآب مع ابنه يسوع المسيح، احذر التأديب، احذر التأديب. فكل هذه معطيات تؤكد لنا أننا ينبغي أننا كما قبلنا الرب يسوع أن نسلك فيه. نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة، لأن إرادة الله قدستكم. هناك تأديب إلهي. شيء آخر أرجو أن أحذر منه، احذر أن تكون مخدوعا أو غير مؤمن. احذر أن تكون مخدوع في إيمانك. أنا قلت المؤمن الحقيقي وحطيت تحتها 1000000 خط واحد. احذر أن تكون مخدوعا. وجودك في الكنيسة لن يجعلك مخلصا، نوالك للمعمودية لن يجعلك مخلصا، تسبيحك وترنيمك وصلاتك وصومك لن يجعلك مخلصا. الخلاص بالمسيح وحده. إياك أن تكون مخدوع. يتحدث كاتب الرسالة العبرانيين أصحاح 4 على ما أذكر ابتداء من الآية 1 عندما يقول هذه الكلمات، عبرانيين 4: فلنخف إذن أنه مع بقاء وعد بالدخول إلى راحته يرى أحد منكم أنه قد خاب منه، لأننا نحن بشرنا كما أولئك أيضا. إذ لم تنفع كلمة الخبر أولئك إذ لم تكن ممتزجة بالإيمان في الذين سمعوا. عبرانيين 4: فلنخف. هل لك هذا اليقين؟ يقين في الحياة الأبدية؟ المؤمن الحقيقي نعم لا يهلك، لكن إياك أن تكون مخدوعاً
بأي صورة من الصور، لنستمع إلى كلمات كاتب الرسالة العبرانيين: لم تقاوموا بعد حتى الدم، مجاهدين ضد الخطية. عندما سألت أنكل منير فرج الله عن القصص التي يكتبها، قال إن هناك نوعان من القصص: قصص واقعية يعرفوا نهايتها، وقصص يبدأ بها من خياله وهو لا يعرف نهايتها. أصلي من كل القلب أن تكون من النوع الثاني الذي يعرف، أن تكون من النوع الذي يعرف في البداية ويعرف النهاية ما هي، ويقول: كن ضامني عند نفسك، لأنني عالم بمن أمنت وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم، والقادر أن يحفظكم غير عاثرين ويوقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج. الإله الحكيم الوحيد مخلصنا، له المجد والعظمة والقدرة والسلطة. أعطوه إذن المجد أيها الإخوة الأعزاء، تعالوا بنا نكرر هذه الكلمة: له المجد، له المجد، والقادر أن يحفظنا غير عاثرين ويوقفنا أمام مجده بلا عيب في الابتهاج. الإله الحكيم الوحيد له المجد والعظمة وإيه؟ والقدرة والسلطان. أعطوه مجدا، مش نزيد مجد، لأن هو ممجد ومجده لن يزيد ومجده لن ينقص على الإطلاق. هو ممجد، عندما نقول نمجد الرب معناته أن نعلن هذا المجد. نحن لا نعطيه مجد زيادة، ولا يمكن أن نسلبه هذا المجد، لكن عندما نقول مجدوه نحن نريد أن نقول اعلنوا هذا المجد، كالسموات التي تتحدث بمجد الله والفلك الذي يخبر بعمل يديه. نحن لا نزيده مجدا، ومجده لن ينقصه شيء على الإطلاق، فمجده لا يعطيه لآخر. كم نشكر الرب من كل القلب من أجل عمله الكافي والكامل على عود الصليب، ومن أجل تدبيره الفداء الأزلي الأبدي لكل واحد فينا. أرجو أن نقف معا للصلاة. فضلك ارفع قلبك للرب. المؤمن الحقيقي، ترى هل اختبرت الإيمان بالمسيح، عطية الإيمان بالمسيح؟ أشكرك يا رب من كل القلب من أجل الخلاص الذي لنا في المسيح. أشكرك لأجل التدبير الإلهي الأزلي الأبدي الذي لنا في المسيح يسوع. أشكرك من أجل الثالوث القدوس اللي دبر فدائي. من أنا يا رب؟ من أنا؟ أشكره. أشكره لأنه اختارك واختارك، وهما من البطن ولا عرفا ولا فعلا خيرا أو شرا. أشكرك يا رب، أشكرك، اخترتني منذ الأزل، لك الحمد، خلصتني منذ الأزل. أشكرك يا رب، أشكرك يا رب، أشكرك لأجل شفاعة المسيح لأجلي على في المجد، يشفع فينا. أشكر الرب لأجل شهادة الروح القدس في قلبك. فرصة الآن لكي تنشغل بالصلاة، الرب يكلمنا من خلال تعليم الكلمة المقدسة. انشغل من فضلك بالصلاة، ارفع قلبك، جمل قصيرة اشكر الرب بها.
الآن إن كنت لم تختبر الخلاص في شخص المسيح يسوع أمام هذا الإعداد وتدبير الله لخلاصك، إنها الآن ساعة لكي تقبل إلى الرب. هو ذا الآن وقت مقبول، هو ذا الآن يوم خلاص. اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. هنرنم ترنمتين بعد ما نصلي الدقايق اللي جاية. الترنيمة الأولانية لرب الفدا، رنموا بترنيم صبح جديد أمام المليك، اهتفوا بعود وصوت نشيد، مجدوا مجدوا لأجل الخلاص الثمين. الترنيمة الأخيرة اللي أنا أحب أن أنا أرنمها معكم ومع شيري هي: سيدي امتلك حياتي كرسنها لك، وليفض عمري بحمد مستديم، خذ يدي محركا لها بفعل حبك، جملا رجلي بالسير القويم. لكن أنا أريد في هذه الفرصة قبل ما نرنم عايز أقول: هل توجد لهذه الرسالة أصداء لكي نلتفت إلى ما سمعنا لألا نفوته؟ هل الضمان الإلهي يدفعك في هذه الفرصة لكي تأتي تائبا عن كل خطية، لكي تقول للرب: يا رب ارحمني أنا الخاطئ؟ إياك أن تسمح لنفسك أن تضع نفسك تحت التأديب الإلهي. من أجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء مرضى، وكثيرون يرقدون. قل: يا رب أنا بجي لك النهاردة أمام عظمة وروعة وكمال وجمال العمل الإلهي الكامل المتكامل لأجلي، لأجل خلاصي. آتي إليك يا رب تائبا في هذه الفرصة. سامحني يا رب، اقبلني في عمل المسيح الكفاري الكامل على عود الصليب. تعالوا نعطي مجدا للرب واحنا بنرنم لرب الفدا، رنموا بترنيم صبح جديد، مجدوه مجدوه لأجل الخلاص الثمين، شاكرين ذاكرين عهود الإله الأمين. لرب الفدا رنموا
لسانها لك. هذه الترجمة الفعلية الحقيقية. وشوفوا من فضلكم أعضاء الجسد اللي بتستخدمها الترنيمة دي: يدي وفكري ومالي وفضتي ورجلي وإيدي وعيني. تعالوا مع بعض نترجم العمل الفدائي الذي عمله المسيح لأجلنا بهذه التسبيحة المباركة. سيد الحياة ترني سنها لك وليغفر عمري بحمد مستدير. خذ يدي محركا لها بفعل حبك كملا رجلي بالسير القوي. لاسمي مليكي لا سوى وفمملأ برسالة الفداء. فضتي وذهب امتلك ومالي في الحياة شغلا قواي كيف ما تشاء. سيدي سيدي امتلك حياة بين يديك وليكن قلبي لك العرش المريح وليكن حبي سكيب طيب عند قدمي ولتكن نفسي نواما للمسيح. سيدي سيدي امتلك حياة Thank you.